يا اختي حتى هي مريضه هي. انا دابا هنا غير انا وما كانش حتى ما كاين حتى واحد اللي غيجي يعاونني. دابا راه كلشي فزق لي، راني هازه دابا الحوفه وهازه كلشي، هزيت كلشي. انت دابا حنا ما خويناش هاد الشيء بقى عايم عليه. انت شتا هو من الحيط خارج راه ما عيالات ما عرفتش حد، وحنا انا غير عيالات ما عرفتش والله ما عرفت. انا زعما الواد حنا فين ما كيحمل كيحمل علينا هكا، ولكن انت تشوفي دابا كون جو بدا على الاقل غير يصلحوا لنا ولا يديروا ودان جديدين ولا هذا بعدا كوميم غادي نصايبوها. لا ما معناش انا غير انا اللي كنعود، انا اللي هزه الدار كامله. دابا فاض علينا المال، الودان مخنوقه، الودان مخنوقه. كون كان دابا غير بعدا الودان مصاوبين مزيان ما غاديش يوقع علينا هذا الشيء. دائما فين ما كتكون شي شتا الخناص كنخلصوا ما كنصايبوش، ورغم ذلك انت كتشوف. ودابا عيت ما نسوني شحال من مره، ما حتى واحد ما جا. المهم على الاقل يزيدوا يصاوبوا لنا هذا الواد ويحسنوا القوادس ويصايبوا لنا هذا الشيء حنايا. ورا من الجوج من بدات الشهر حتى الخدمه ما مشيتش ليها. انا حتى خدمتي انا جلست دابا راه المعايم عليا حتى البيوت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.